عشنا مقابلة يعني روعة مليح وكوت ديفوار بلدي الثاني يعني كيما سيبورتي لاجيرين سيبورتي الكوت ديفوار صراحة وكنت فرحان مليح. البارح كي شفنا المقابلة يعني لو كان قارنوها بالمقابلة تاع الجزائر يا ان غرون ديفيرونس مستوى رائع. واش عجبني فيهم الحرارة حرارة في الجرينتا اكزاكتومون هذا واش كان خاصنا حنايا والله غالب هذه هي أجواء كانت جميلة أجواء جميلة وحتى بعد المباراة الكوت ديفوار احتفلت كأنه استقلال هذه هي ومازال خير قدام خلاص مادام ربحت السنغال تروح بعيد إن شاء الله هذه هي بين الله ربي يحفظك. حبيت نقول كلمة بارك عليك من الله هذا الأخ سي عبد الرحمن هذا أني نشكره بزاف ومقيم مدينة واقي منذ 24 سنة أني نشكره إنسان طيب ولد فاميليا يعني نشرفوا به حتى كي يجي الجزائر نشرفوا به حتى في البيت يعني نشرف به إنسان طيب رجل والله يبارك ما شاء الله يعني نشكره بزاف يعني وموش ملوانها معنا مع الجزائريين كامل وجرى معاه من الاخر وواحد ما خلاه واللي طاح جرى معاه واللي جاك معاه وربي يسره وربي يحفظه ويستر وليداته هذا ممكن نشكره بزاف من المكان هذا في بواكي ان شاء الله وحنا ان شاء الله مسهلين وربي يسره ويحفظه ويحفظ جميع الامه. ونشكر ثاني الاصدقاء تاعي اللي كانوا معايا لهنا اللي كان معايا من بسكرة وكاين جماعه من مسيله وكاين من البرج وكاين من سطيف والجزائر والقل يعني الله يبارك ربي يحفظهم ورمشكم سنين طيبين جمعنا ربي بهم الشمل يعني ما شاء الله ناس يعني كيما يقول تقول الوالدة تاعي ربي يرحمها قل هو الله والسلام عليكم.